صوص البيستو بالأفوكادو. فعشان نعمل ده عندنا أفوكادو، عندنا ريحان مفروم، عندنا ثوم مفروم، عصير ليمون، أي نوع مكرونة مسلوق، أنا مستخدمة هنا سباجيتي، فلفل اسود وملح، زيت زيتون وعين جمل، وطبعا ممكن تستخدموا صنوبر بس احنا هنستخدم عين جمل، اولا لان فايدته عاليه جدا، ثانيا لان سعره شويه نسبيا اقل من الصنوبر، وممكن نستبدلهم بفول سوداني اللي هو يعني ايه يعتبر ارخص حاجه عندنا. احيانا كمان على فكره بستبدلهم بالسمسم وبيطلعوا برضو حلوين جدا، انا كمان بحب السمسم قوي. طيب اول حاجه هعملها هاخد الافوكادو دي احنا مقشرينها، وبعدين هنشيل منها البذره بتاعتها، وطبعا المفروض تكون مستويه اكتر من كده، عشان ما تعذبناش زي ما انتم شايفين كده. كل ما تكون مستوية كل ما الدنيا تبقى أسهل كتير. هنحطها هنا وهنحط معاها بقية المقادير كلها، والمكرونة مسلوقة فالموضوع إيه سهل وبسيط إن شاء الله. تمام، هنحط معاها في الكبة عين جمل، هنحط ملح، هنحط ملح، فلفل اسود، عصير ليمون، ريحان، ثوم مفروم، حطيت يعني قد نص كوباية مية سخنة بدل ما احط كريمة، لكن لو انتوا حابين تحطوا كريمه حطوا كريمه، بس انا قصدي ان انا ما احطش كريمه عشان اوريكم النتيجه. بصوا عامله ازاي، لو انتوا بصيتوا للصوص هتحسوا ان هو فيه كريمه. ليه بقى؟ لان الافوكادو قوامه كريمي جدا فمش محتاج اي حاجه معاه. اهو خلاص حطينا كل المكونات في الكبه، ضربناها، حطينا معاها ميه سخنه، حطيناهم على النار، هننزل عليهم الاسباجيتي او اي نوع مكرونه مسلوق ونقلبهم مع بعض، وشكرا الوصفة خلصت.